نحن عم نحكي عن الموت ونحن ما اختبرني لأنه نحن بعضنا طيبين. ما بيقدر حدا يقول عن شيء ما اختبر، وإنما نحن عشنا اختبار الموت مع أشخاص فارقونا. ساعتها بس الشخص يفارقنا، أول سؤال بيسأل وين راح؟ وين هو؟ لهيك بيقولوا نتصالح مع الموت؟ لا، نحن نتصالح مع قبول الموت. وإنما كل علم الأنثروبولوجيا، كل علم الفلسفة، كل علم المنطق بيقول الإنسان مش معقول يكون بس تراب بالقبور، وإلا ما كان قدر وصل لكل هالتطور يلي وصل له. لهيك في حديث ما بعد الموت. مسيحيا جواب معطى لإلنا، الإنجيل بيقلنا شو في بعد الموت. بسفر رؤيا يوحنا بيقلنا أرض جديدة، سماء جديدة، ما بقى في دموع، ما بقى في حزن، يمسح كل دمعة من عيونهم. شيء تاني، نحن ولاد البشر، ساعتها السماء بتخلينا نفهم شغلة إنه نعد في نعيش الأرض. بس أنا في نعيش الأرض ساعتها بفهم شو يلي بخليني أتعلق هون وشو يلي بحضرنا لفوق. ليش شو قلنا لقديس بولس؟ خلوا عيونكم مشدودة للسماء، محل ما المسيح جالس عن يمين الآب. شيء تاني بس يقول افرحوا لأن أسمائكم مكتوبة في السماء. هذا الشيء يلي بخليني بطريقة أو بأخرى بس الموت يدق بعيلتي، بأقرب المقربين لإلي، خلي قلبي مرفوع لفوق. وهون نحن كشبيبة اسكنني في ملكوتك، هذا اختصاصنا. اختصاصنا بمعنى بدنا نتعمق بهذه الفكرة، بس نتعمق بهذه الفكرة، مش بس نقتنع فيها، بدنا نعيشها. بس نعيشها منا لحالنا نقدر ننقل البشر. وإنما إذا ما كنا مقتنعين نحن بدنا نتوقع على سيدنا، لأن نحن ولاد الرجع، يعني نحن ولاد الحياة، صارت خريطة السماء لنا هي الإنجيل.